بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء الخامس من محاضرات مقرر مهارات الاتصال. في هذه المحاضرة هنعرض أو هنشرح فيها أو في هذا اللقاء سنشرح فيه المحاضرة الرابعة والمتعلقة بمهارة الاستماع. لكن في بعض الناس كان لا ملاحظات بتقول ان المحاضره اللقاء بمسمى والمحاضره بمسمى اخر. ده سببه انه احنا اللقاء الاول احنا ما عرضناش فيه شرائح داربيند، وبالتالي كانت اول شريحه كانت في اللقاء الثاني وجاءت بعنوان المحاضره الاولى وهكذا. فلذلك في هذه المحاضره هنعرض فيها المهاره الثانيه من مهارات الاتصال، الا وهي مهاره الاستماع. سبق وان تحدثنا قلنا ان احنا عندنا في عناصر العمليه الاتصاليه عندنا في مجموعه من العناصر تتمثل في المستمع، وتتمثل في الرساله، وتتمثل في المتحدث. دول عناصر هم الرئيسيه في العمليه الاتصاليه اللي احنا تحدثنا عنهم في المحاضره السابقه. تكلمنا على ان المتحدث في مجموعه من السمات التي ينبغي ان يتم التوافر فيها، من ضمنها ان هو يكون عنده القوه في الحديث والايجاز والوضوح في الصوت الى اخره. في هذه المحاضره هنتكلم باذن الله تعالى على المحاضره العنصر الثاني، الا وهو مهاره الاستماع. معذرات مرة تانية، الصوت بس كان راح مني. كنا قلنا ان المحاضرة السابقة تحدثنا فيها على العوامل او العناصر المتعلقة بمع الشخص او مهارة الحديث، وقلنا في مهارة الحديث في مجموعة من العناصر تتمثل في مرحلة اعداد الحديث اللي بيحصل فيها، وقلنا في مرحلة القاء الحديث اللي بيحصل فيها، ثم سمات المتحدث الناجح. ان المتحدث الناجح يجب ان يتوافر فيه مجموعه من السمات اللي هي السمات الاربعه اللي تتمثل في الوضوح في الصوت، تتمثل في حماسه اثناء الحوار، تتمثل في قوه الذاكره اللي يكون ذاكرته نشطه اثناء التحدث للجمهور، تتمثل في قدرته على توظيف اللغه غير اللفظيه. العنصر الثاني من محاضره اليوم وهو مهاره الاستماع. الاستماع حينما نتحدث عن كلما كان الشخص اكثر قدرة او على التحدث للاخرين، يجب ان يقابل هذا الامر ايضا قدرة وملكة لدى الافراد ان هم يستطيعوا ان يبذلوا جهد لفك رموز العملية الاتصالية. فبنقول ان العملية الاتصالية لا يتوقف نجاحها على شخص متحدث بس، كذلك عبء كبير جدا يتوقف على المتلقي، لانه هدف العملية الاتصالية وهدف عملية الاتصالية هو إحداث التأثير لدى المتلقي. وبالتالي علشان أنا أثر على المتلقي، سواء أنا أثر عليه معرفيا أو أثر في اتجاهاته ومشاعره أو أثر في سلوكه أن أنا أغير سلوكه، لازم المتلقي يكون مستعد لتقبل هذه الرسالة. لأنه لو المتلقي أصلا مش هيسمعني، خلاص العملية الاتصالية ليس لها قيمة. لو المتلقي هو مش الرسالة الاتصالية دي ليست في اهتماماته، برضو كذلك العملية الاتصالية هتصبح لها لا قيمة. وبالتالي انه كما احنا بنقول انه المتلقي او القائم بالاتصال يجب ان يتوافر في مجموعة من العناصر او مجموعة من المهارات، يجب كذلك ان يتوافر في المتلقي مجموعة من السمات والشروط اللي تتعلق بالجهد الذي يبذله للاستماع للرسالة الاتصالية. قبل ما نيجي نتكلم على العوامل المتعلقه بالمستمع والشروط المستمع والخصائص والمتغيرات النفسيه المؤثره عليه، عايزين نفهم في اربع مصطلحات رئيسيه. المصطلح الاولاني السمع والاستماع، والمصطلحين الثانيين السكوت والانصات. هل وجهه نظر حضراتكم واستفسار لحضراتكم، هل السمع والاستماع كلاهما معنى واحد؟ وهل السكوت والانصات كلاهما معنى واحد ولا في اختلاف؟ ده سؤال لحضراتكم. طيب، علماء الاتصال قالوا لنا، فرقوا ده بين حاجتين، قالوا لنا ان السمع والاستماع كلاهما مفهومان يختلفان عن بعضهما البعض. السمع قالوا هي عمليه فسيولوجيه لا اراديه، طول ما احنا مش بنسمع
نسمع صوت سيارة، نسمع صوت حد بيزعق من نادي بره، نسمع صوت عربية، بنسمع صوت طيارة. دي اللي احنا بنسميه العملية الفسيولوجية اللا إرادية. أما عملية الاستماع هي العملية العقلية الإرادية المقصودة، والتي من خلالها بيهدف المستمع إلى الانتباه للرسالة الاتصالية. تاني، مرة تانية بنقول إن السمع هي عملية فسيولوجية لا إرادية، إن حاجة لا إرادية أنا بشوف من خلالها الرسالة الاتصالية، سواء كان في صوت ضوضاء، كان في صوت سيارة، صوت عربية، صوت ابني، صوت بنتي، صوت إيه، بنسميها العملية الاستماع اللي هي أقل دايرة في العملية الاتصالية، اللي هي العملية الطبيعية. أنا بركزي فممكن ما انتبهش لكل المثيرات اللي بتكون محيطة ليا. الطرف العنصر الثاني وهو عنصر الاستماع بقى، انا عملية، انا خاص انتوا النهاردة او انتوا الان في عملية استماع، بتستمعوا مهيئين نفسيا، منصتين، مستعدين، محضرين ورق بتسجلوا، فاحنا الان في عملية عقلية ارادية بيتعمد او بينصت فيها او بيركز فيها المتلقي على الانصات للعملية الاتصالية. يبقى هنا في فرق بين السمع والاستماع. طب بالنسبة للسكوت والانصات، لا، السكوت والانصات كلاهما معنى واحد، انا ساكت زي ما انا منصت، بس سكوتي وانصاتي مش معنى ذلك ان انا ممكن اكون منتبه، ممكن سكوت وسرحان في احلام يقظة، سكوت وانصاتي ممكن بفكر في حاجة تانية او بسمع او بشوف حاجة تانية قدامي على المسك الموبايل وعمال ابص فيه. فهنا بنقول انه خلي بالنا ننتبه لهذا الامر يا اساتذة بشكل مهم جدا، ان في فرق بين السمع والاستماع، ان السمع عملية السمع هي عملية فسيولوجية لا ارادية، انه عملية الاستماع هي عملية ارادية مقصودة. طب السؤال الثاني، ايهما اكثر اهمية من وجهة نظر حضراتكم؟ هل السمع، يمكن السؤال ده طرح قبل كده في احد الاختبارات، هل السمع هو اكثر اهمية من البصر ام البصر هو اكثر اهمية؟ ايهما اكثر اهمية في العملية الاتصالية؟ الو، اشكرك يا استاذ احمد على مشاركتك، يبدو الزملاء التانيين مش عايزين يشاركوا خالص. السمع ايه هو اكثر، بالفعل اكثر اهميه، ايه السبب؟ لانه شوف، لو انا مثلا انسان ضرير يستطيع ان يسمع، طب لو انسان ما بيسمعش وما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يقرا، هنا مش هيقدر يفهم. كذلك وقع تاثير الكلام على الـ الشخص اقوى من وقع تاثير النظر. طب كلاهما مع بعض طبعا العمليه السمع بتكون قويه جدا جدا جدا، وبالتالي بنقول انه اكثر اهميه السمع هو اكثر اهميه من حاسه البصر في العمليه الاتصاليه. طيب نيجي بقى نتكلم على عناصر العملية الاتصالية او عناصر عملية الاستماع. اول حاجة يمكن هنا اهو، ده الفروقات اللي انا حطيتها لكم في الشرائح. الاستماع هي العملية العقلية الارادية التي يتعمد فيها المستمع الى الانصات والاصغاء للمتكلم ومحاولة ادراك وفهم ما يقول. السمع هي عملية فسيولوجية او جسمية لا ارادية. ايضا ان اما السكوت السكوت والانصات طبعا كذلك مفهومين مترادفين. نيجي بعد كده نتكلم على عناصر عملية الاستماع. عندنا في عناصر عملية الاستماع اول عنصر وهو المتحدث، ده الطرف الاول في العملية الاتصالية. هنا علشان النهاردة انا انتبه للمتحدث، وعلشان النهاردة انا اركز مع المتحدث، هل احنا في حياتنا بننتبه لكل الاشخاص اللي احنا بنواجههم او اللي احنا بنقابلهم او ننتبه لحوارهم؟ لا، احنا بنشوف ناس كتير جدا، اللي بيتكلم في الشارع واللي بيتكلم في المول واللي بيتكلم في الشغل بتاعي واللي بيتكلم في العمل واللي بيتكلم في الطريق، دي كلها عوام، ناس كتيره جدا بتتكلم حواليا.
ايه اللي يخليني ان انا انتقل لشخص ما انتبهش لشخص؟ قالوا ان عندنا 3 عوامل بتخلي المستمع ينصت وتجعله ينتبه للشخص المتحدث. ايه العامل الاولاني؟ قالوا العامل الاولاني هو مكانة المتحدث ومصداقيته. لما يجي مثلا حوار لخادم الحرمين الشريفين لازم ننتبه ونركز، لما نيجي حوار مثلا لولي العهد يبقى لازم ننتبه ونركز، لما نيجي حوار مثلا لوزير في العمل ننتبه ونركز، لما يجي مثلا وزير في مجال تخصصي او مديري، يبقى هنا ايه؟ مكانة الشخص المتحدث هي اللي بتجبرني ان انا انتبه ليه. ده طرف او ده عنصر او احد العناصر التي تؤثر في ان انا انتبه للشخص اللي بيتكلم، لان يعني عندي يقين انه الشخص اللي هيتحدث هيقول كلام مهم بالنسبه لي. ده الطرف او العنصر او العامل الاولاني اللي بيخلي الشخص ينتبه للرساله. العنصر او العامل الثاني جاذبية المتحدث، الكاريزما، ان في بعض الاشخاص المتحدثين لهم ملكة ولهم قدرة، مجرد ما بيشوفوا بنتبه للحوار بتاعه، زي الجماعة عندنا الله يرحمه كان الدكتور ابراهيم الفقي، وزي في مجموعة من الاساتذة التنمية البشرية، مجرد ما انا بشوف واحد كد بيتحدث بقول له انا معجب بحديث الشخص ده وانتبه للحوار بتاعه، سواء كان في التلفزيون سواء كان في برنامج في الراديو الى اخره. يبقى هنا جاذبية المتحدث والكاريزما بتاعته. او ممكن مثلا يكون في مول وفي واحد بيقدم حفله او ندوه يكون شاطر في الكلام، فده يجذبني يخليني ان انا انتبه للكلام بتاعه. يبقى هنا الجاذبيه بتاعت الشخص المتحدث. العنصر الرابع الثالث اللي هو اللي يخليني ان انا انتبه للشخص المتحدث، وهو اداء المتحدث. يعني ايه اداء المتحدث؟ قالوا لنا اداء المتحدث ده بينقسم الى 3 حاجات. او ايه هي العوامل المتعلقه باداء المتحدث؟ اول عامل سرعه الحديث، سرعته طريقته في الحوار، سريع بطيء. يعني احيانا في بعض الناس وهو بيتكلموا تلاقيه بطيء جدا جدا جدا، فانا قاعد وانا بسمع الحوار او الندوه بتاعته ممكن يجي لي احساس بان انا عايز انام، او واحد اخر بيتكلم بسرعه كبيره جدا جدا جدا، فيخليني ان انا مش مركز مع الكلام السريع بتاعه. فهنا ايه سرعته؟ سرعه المتحدث في الحديث، سواء كانت بين اللي هي درجه اعتداله ما ليس ما بين السرعه الشديده وليس البطء الممل. يبقى ده عامل من العوامل المتعلقه في اداء المتحدث. يبقى انا كنت بتكلم مره ثانيه عشان الناس سرحانه مني، بقول انه في عوامل تتعلق بالمتحدث. ايه هي العوامل المتعلقه بالمتحدث؟ قلنا جاذبيه المتحدث، قلنا اللي هي العامل الثاني الكاريزما او الجاذبيه والكاريزما، العامل الثاني اللي هي مكانه المتحدث والمصداقيه، العامل الثالث وهو اداء المتحدث. ضمن اداء المتحدث قلنا ان احنا عندنا في مجموعه من العوامل المرتبطه باداء المتحدث. اول عامل يتعلق بسرعه المتحدث في الحديث، سواء كانت بطيئه او كانت سريعه. العامل الثاني المتعلق بأداء المتحدث هو صوته ولهجته، طبيعته في الكلام، اللهجه بتاعته. في بعض الناس ممكن تستخدم بعض اللهجات محدش يفهم معناها ايه، يبقى هنا صوته ولهجته. العامل الثالث او العنصر الثالث درجه انفعاله، درجه حماسه في الكلام، اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده الحماسه، سمات المتحدث الناجح لو نتذكر في المحاضره السابقه. يبقى هنا درجه انفعاله وحماسه اثناء الحوار. ده بالنسبه الى العوامل المتعلقه في اداء المتحدث. الطرف الثاني من اطراف الحديقه والرساله الاتصاليه وهو الرساله. طب هنا الرساله احنا كنا عرفناها قبل كده، قلنا الرساله هي المضمون او المعنى الذي يرغب المرسل في ايصاله لدى المتلقي. طب هنا عشان ان انا انتبه للرساله وان انا اركز مع الرساله اكيد في حاجات هتكون تقع في اهتماماتي، ان من حق العامل الاولاني موضوع الرساله. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال سامعين يا استاذ؟ تمام. يعني النهارده مثلا لو انا النهارده بسمع الراديو وانا راكب السياره كده ولقيت واحد بيتكلم على مهارات الاتصال وتنقسم مهارات الاتصال الى مهاره الاستماع ومهاره الحديث، ايه اللي هيحصل لي ساعتها؟ هنتبه.
ليه؟ لان موضوع الرساله ده من ضمن اهتماماتي، من ضمن الحاجات اللي انا بدرسها، فهنا موضوع الرساله من ضمن الحاجات اللي بتجعلني ان انتبه للكلام اللي بيتقال او عدم الانتباه ليه. طب الحاجه الثانيه بقى طريقه تقديم الرساله، مش احيانا بتكون مثلا في اعلان معين او في مثلا ملف انفوجراف مكتوب مثلا منشور في صحيفه تخليني مجرد ابص ليه ابقى منتبه ليه ومنجذب ليه او شددني الموضوع ده، يبقى هنا طريقه بنائه، طريقة تقديم المحتوى. هنا بقى يعني احنا بندرسه للطلبة عندنا في الصحافة، لما يجي نقول مثلا عشان اجذب انتباه الجمهور في الصحافة الورقية بعمل ايه؟ لو انا عايز اجذب انتباهه لخبر او موضوع، اقول له عشان احد العوامل اللي بتخلي الجمهور ينتبه وينجذب للخبر مساحة الخبر، ده عنصر. ايه تاني؟ موقع الخبر في الصحيفه، فلما يكون الخبر جاي في صدر الصفحه الاولى بينتبه ليه. ايه تالت؟ ان انا استخدم عناوين كبيره استخدمها على الخبر. يبقى ايه رابع؟ ان انا استخدم صور كبيره. فدي كلها عوامل بتخلي المتلقي ان هو ينجذب للرساله، احنا بنسميها عوامل بناء الرساله، طريقه تقديم الرساله لدى الجمهور او لدى الافراد، سواء كانوا قراء، سواء كانوا مستمعين لبرامج اذاعيه، سواء كانوا مشاهدين لبرامج تلفزيونيه الى اخره. فهنا طريقه تقديم الرسالة هي أيضا من العامل الثاني في المؤثر على الرسالة الاتصالية. سيب حضراتكم دقيقة كده عشان لو في أي استفسار أو تساؤل. دقيقة. طيب نرجع مرة تانية، بنتكلم العنصر الثالث من عناصر عملية الاستماع وهو المتحدث. يبقى احنا براجع مع ناس مرة تانية عشان اللي كانت متأخرة واللي كانت سرحانة واللي كانت نايمة، بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا عندنا في عناصر عملية الاستماع عندنا العنصر الاولاني اتكلمنا فيه عن المتحدث. عنصر المتحدث قلنا ان في مجموعة من العوامل اللي بتخليني ان انا انتبه للمتحدث او عدم الانتباه ليه. من ضمن هذه العوامل مكانة المتحدث، من ضمن هذه العوامل الجاذبية والكاريزما، من ضمن هذه العوامل طريقة اداء المتحدث. ضمن طريقة اداء المتحدث في عوامل تتعلق بالاداء اللي هي السرعة واللي هي لهجته واللي هي درجة انفعاله او حماسه. العامل الثاني اللي هي من ضمن عوامل الاتصال الشفهي او العناصر عمليه الاستماع اللي هي الرساله. الرساله قلنا في حاجتين مرتبطين بالرساله، مضمون الرساله، الحاجه الثانيه طريقه بناء الرساله. العامل الثالث بقى اللي هو متعلق بمين بقى؟ متعلق بالشخص المستمع. الشخص المستمع ايضا بيقع عليه عبء ان هو يفهم الرساله الاتصاليه، بس مشكله المستمع ده ممكن يكون في حاجات تعيقه عن الاستماع، تخليه ما ينتبهش للرسالة، تخليه ان هو ما يركزش، تخليه ان هو مش حابب ان هو يقعد يسمع ليه الشخص المتحدث، سواء كان هيثم جودة، سواء كان ابراهيم مصطفى، سواء كان علي ابراهيم، اي شخص هو بيتحور بيحبسه. ايه السبب في الكلام ده يا اساتذه؟ ليه الشخص ممكن ما يستمعش للرساله، ما بيستمعش للمتحدث، او ما ينتبهش ليه؟ قالوا فيه عوامل بتعيق عمليه الاستماع. ايه هي العوامل دي؟ اول عامل متزامنة القولبة. ايه متزامنة القولبة؟ ان انا اضع الشخص اللي هو بيتكلمني في قالب فكري او ايديولوجي او سياسي معين، اصنفه، ونتيجة ان انا اصنفه ما اسمعلوش، فده عامل. سواء كان بقى بيقول كلام كويس او مش كويس، بدأ اللي احنا بنقول ايه؟ اعقني ان اسمعه، يبقى ده مانع او عائق منعني ان انا اسمع للشخص اللي هو بيكلمني. ايه السبب؟ نتيجة ان انا صنفته فكريا او ايديولوجيا او دينيا، بنسميه تزامن القولبة. مثلا ناقد رياضي بيتكلم وانا راجل مثلا نصراوي بشجع النصر، فيجي الناقد ده عمال يتكلم مثلا في، حتى لو كان كلامه مثلا كويس وكلامه موضوعي، بس انا مش هصدق كلامه. ليه بقى؟ نتيجة ان انا صنفته ووضعته في قالب معين، فده بنسميه متزامنة القولبة. حتى بمناسبة التزامن القولبة ده، احنا عندنا بندرس للطلاب، عندنا في الطلاب الاعلام النظرية يطلق عليها نظرية عدائية الرسائل الاعلامية او عدوانية الوسائل الاعلامية، ان انا بصنف المحتوى
كتصنيف عدائي نتيجة ان الشخص اللي بيتكلم ده بيخالف ايديولوجيتي وقناعاتي اللي الفكره ان احنا بنتكلم عليها متزامنه القولات. اكثر الاشكال او الظواهر دي موجوده بشكل ظاهر جدا 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 في القضايا الرياضيه والموضوعات الرياضيه خاصه بين الشباب، لانه عارف مدرك انتماء كل طرف قدامي، وده بينتمي لنادي ايه وبيشجع نادي ايه وبيتعصب لنادي ايه، وبالتالي هو اي كلام بيقوله بيحمله على محمل ايه؟ محمل ان هو ضد النادي اللي هو بيشجعه. فلو انا بسمع نادي ناقد رياضي بينتمي لنادي الهلال وانا بشجع النصر، دايما هبقى ارى ان ارائه مخالفه وغير موضوعيه وغير صحيحه نتيجه ايه؟ تعصبي لنادي النصر وهكذا. العنصر الثاني سيطرة الانطباعات الشخصية. لا ده انا في مشكلة بيني وبين الدكتور ده سقطني قبل كده فانا مش حابب احضر له ولا محاضرة، فبنسميه سيطرة الانطباعات الشخصية. في انطباعات شخصية كانت بيني وبينه ايه، ده امر ثاني. الامر الثالث الخبرة السابقة. الخبرة السابقة يعني انا مثلا بتكلم مع شخص او في شخص بيكلمني ودايما كذاب غير صادق في حواره، فانا كونت عنده صوره ان الشخص ده غير صادق كذاب، فدايما ما بحاولش انتبه لحواره. ليه؟ لانه كلامه وانا متيقن ان حواره غير صحيح وغير واقعي، فبقول مش لها لازم ان انا اسمع له. يبقى هنا ايه؟ الخبره السابقه. العنصر الرابع اللي هو الشهود الذهني، سرحان قاعد عم سرحان، قاعد عم افكر عايز اكل ايه، قاعد عم افكر في المشكله بتاعتي اللي انا حصلت لي مع اولادي، قاعد عم افكر في المشكله اللي حصلت لي مع زوجتي، قاعد عم افكر في المشكله اللي حصلت لي مع زوجي. يبقى هنا الشهود الذهني واللامبالاه. العنصر الخامس هي تفاوت المستوى اللغوي. لو انا بتكلم محاضره باللغه الانجليزيه انا مش فاهم ايه الكلام وايه الكلام اللي بيتقال، فيخليني ان انا ايه ما انتبهش للرساله ولا انتبه للكلام اللي بيقال لي. الحاجه السادسه اللي هي سوء بيئه الاتصال. ده انا قاعد ومهيئ نفسي وراح المحاضره بس الكهرباء فصلانه والتكييف خربان ولا عارف اركز في الكلام اللي بيتقال ولا ليه من الحر اللي انا ايه ان انا قاعد فيه، فده سوء بيئه عمليه الاستماع. يبقى احنا بنقول ان في الاستماع في عوامل تعيق عمليه الاستماع، من ضمنها تزامن القولبة، سيطرة الانطباعات الشخصية، الخبرة السابقة، الشهود الذهني واللامبالاة، تفاوت المستوى اللغوي، سوء بيئة عامة الاستماع. وننتبه لأمر مهم للغاية. ايه هو الأمر ده يا أستاذ؟ إن احنا مش نتوقف فقط لا غير على الرؤوس الأقلام، يعني نقول والله ايه معوقات الاستماع؟ أذكر لا، أنا لازم أعرف يعني إيه متزامنة القولبة، لأن ممكن يجي لي سؤال في متزامنة القولبة، يعني إيه سيطرة الانطباعات الشخصية؟ ممكن يجي لي سؤال في الانطباعات الشخصية، يعني سواء في اختياري مثلا. يعني مثلا ممكن وجود مواقف سلبية مع المتحدث تشير تلك الخاصية إلى تزامن القولبة، الخبرة الانطباعات السابقة، التفاوت المستوى اللغوي، الشهود الذهني واللامبالاة. يبقى هنا أكون مركز في كل عنصر وشرح كل عنصر. الصوت واضح يا سادة ولا بس في مشكلة عند الأخت الأولى؟ الأستاذ أحمد هو اللي بيشارك معانا دايما. الصوت واضح عندك؟ يبقى قد يكون في مشكلة عندك بس يا أستاذ الأولى. يبقى هنا بنبدأ نتكلم على معوقات عملية الاستماع وننتبه لهذا الأمر المهم للغاية. نأتي بعد ذلك إلى طيب إيه بقى اللي يخليني إن أنا أنتبه بقى؟ وان انا انمي مهارة الاستماع ان انا اعرف الاتجاهات الشخص ومعرفتي ليه خلاص ان انا اتقبل الرأي والرأي الاخر. يبقى انا معرفة الشخص وانتماءاته الفكرية ده بينميني مهارة ان انا استمع لكل الاراء اللي بتطرح قدامي. الحاجة الثانية التخلص من المشتتات النفسية، ان انا مجرد ما بقعد ارمي كل المشاكل ورا ظهري. ليه بقى؟ عشان اركز في المحاضرة اللي بتتقال. يبقى انا التخلص من المشتتات النفسية او المشتتات المادية. ايضا من ضمن العوامل اللي تؤثر في عملية الاستماع ومهارة الاستماع القدرة على تمييز الافكار الرئيسية والافكار الفرعية. ان انا بعرف ايه كان المحاضرة النهاردة بتتكلم عليه ودرسنا ايه في المحاضرة اليوم، درسنا في ثلاث حاجات. يبقى هنا القدرة على الربط ما بين العناصر الفرعية، ان انا اقعد امي كل شوية اسجل اللي احنا بننميه من خلال التسجيل والتدوين. العنصر الرابع استرجاع الافكار الرئيسيه، ان انا كل شويه اصلا المحاضره ببقى اراجع واسترجع. لذلك دايما بنقول حتى احنا بنعلمها لطلابنا والمعيدين بتوعنا الصغيرين لما بيجي يعني نشرح لهم بعض الحاجات، نقول لهم انت بتشرح في موضوع معين، انت السبوره دي نفترض ان هي ثلاث اقسام. في جزء لازم يبقى ثابت معاك طول المحاضره، بتحدد فيه العناصر كلها اللي انت تشرحها
وثم الجزء الاخر التلتين الاخرين هو الجزئين المتغيرين. ليه؟ عشان الطالب دايما يبقى عارف هو واقف عند الجزئيتين. طبعا انا مش قادر اعملها هنا عشان خاطر الباوربوينت، فمش مش مالك ان انا ارسم الشريحه نصين. فدي مهمه جدا. ليه بقى؟ عشان اخلي الشخص المستمع قدامي ده يبقى عنده قدره على استرجاع الافكار بكل بشكل مستمر الى اخره. ايضا ان انا من ضمن العوامل اللي بتؤثر على مهاره الاستماع القدره على التمييز ما بين البراهين العقليه والاستمالات العاطفيه، اللي احنا نكون عارف ان الشخص ده بيقول كلام بيعتمد على ارقام، بيعتمد على احصاءات، ولا كلام سواليف كده وخلاص عاطفي فقط لا غير. يبين ايضا ان اكون اقدر اميز ما بين الاستمالات العقليه والاستمالات العاطفيه. كده يا اساتذه يبقى انا خلصت المهاره الثانيه وهي مهاره الاستماع. احنا بدأنا الاول في المرحلة الاولى في مهارة الحديث، قلنا في مهارة الحديث برجع مرة تانية ليه الاسبوع الماضي، خلي بالك قلنا في مهارة الحديث في اول حاجة تتعلق مرحلة اعداد الحديث. في مرحلة اعداد الحديث بحدد فيها الموضوع، بحدد فيها الهدف، بحدد في بيئة الاستماع، بعرف طبيعة المستمعين. خلي بالنا يمكن في حاجة انا نسيت اذكرها المرة اللي فاتت، لو تتذكروا لما احنا قلنا في مرحله الاعداد في تحديد الموضوع الحديث وعناصره في الاسبوع الماضي، من ضمن مرحله اعداد الحديث قلت ان في عنصر، العنصر الاولاني تحديد الموضوع وعناصره. في خطا بعض الناس ممكن تقع فيه، نسيت اقول لكم الخطا ده، ان فقط لا غير ان واحد يقول مثلا وليكن يعني ان انا اروح اشرح ماده اسمها مهاره الاتصال وهتكلم على مهاره الاستماع، قال لك الاقتصار فقط لا غير على تحديد عنوان ده خطأ. ليه؟ لأنه قال لك المفترض أن الشخص لا يقتصر على تحديد العنوان، يهتم بتحديد الأفكار العناصر الموضوع كلها. يعني يقول والله النهاردة هطلع هشرح مهارة الاستماع، ضمن مهارة الاستماع هشرح عناصر عملية الاستماع، ضمن عناصر عملية الاستماع هتكلم على معوقات عملية الاستماع، ضمن معوقات عملية الاستماع هتكلم على الفرق ما بين السمع والاستماع والانصات والطوائف، ليه تسجيل الأفكار. فهو في نقطة كنت أنا نسيت أذكرها، إن من الخطأ الاقتصار فقط لا غير على العنوان. يعني في بعض الناس تقول لك ايه، تقول ان انا والله هروح ادي محاضره وربنا يفتح عليا في المحاضره بالبركه كده، قال لك لا خطا. هي مساله فكره ان الحديث اقتصار على فكره دي خطا لا غير. انا لازم اكون محضر افكاري ومرتبها عشان انتبه للكلام اللي هو بيقال لي، او انتبه للشرح بتاعي اثناء العرض، وانتبه واقدر استمع لوجهات النظر المختلفه للجمهور اللي بيخاطبني عشان ما اكونش سرحان والموضوع يتطرق لامر مختلف تماما عن الامر اللي انا حابب ان انا ايه اوجهه، او حابب الامر اللي انا عايز اوصله لدى الجماهير. فاضل كده بالضبط 10 دقايق، نحاول نستقبل بقى فيهم استفساراتكم وتساؤلاتكم يا اساتذه. وانا حاليا بحاول ان اشوف لكم كويز مصمم عندي، بس لقيت اكتشفت ان الكويز اللي موجود عن مهارة السؤال وفي السؤال والقراءة، فللأسف الشديد مفيش على مهارة الاستماع. خليني اشوف الكويز ده كده. طيب في كويز كده برضه معرفش ده انا فعلته قبل كده ولا لا، شوفوا كده الكويز ده انا فعلته قبل كده ولا لا. مدته 5 دقايق. طبعا بالنسبة للؤلؤة ده فيه هم اللقاءين مخصوصين للؤلؤة لأبرز النقاط الهامة في المقرر، ده يكون في آخر محاضرتين بإذن الله تعالى. نحاول مثلا المحاضرة الأولى ناخد أول 10 لقاء أول محاضرات، والمحاضرة الثانية آخر 10 محاضرات. لو قدرنا نخلصهم في محاضرة واحدة مفيش مشكلة، بس إيه نحاول بقدر الإمكان نقسمهم على جزئيتين بإذن الله تعالى. شوف بس الكويز اللي أنا فعلته لحضراتكم ده، أنا فعلته قبل كده ولا لأ؟ الكويز الجاي نحاول على مهارة السؤال والقراءة بإذن الله تعالى. محاضرة اليوم يا أساتذة من المحتمل يكون فيها سؤال أو سؤالين في الاختبار. الاختبار أنا خلصت سلمته للعمادة،
والمحاضرة اليوم كده فيها احتمال سؤال أو سؤالين بإذن الله تعالى يجي في الاختبار النهائي، فنركز في كل محاضرة يكون فيها بعض الأسئلة بعض النقاط الهامة نركز فيها. أنا بتكلم عن المحاضرة وليس الكويز اللي قدامكم. الكويز موجود يا أساتذة ولا مش موجود؟ وفصل مني وانا شغال معاكم معلش. انا حاولت اغير دلوقتي مش عايز يغير، عايز ادخل على كويس تاني. ثواني كده مش عايز، هو للاسف ثواني كده لا للاسف. يبقى هو ده اللي انا فعلته الاسبوع الماضي معلش. هنكون يعني باذن الله تعالى الاسبوع القادم هنحاول نعمل على مهاره السؤال والقراءه، نعمل كويز انا مجهزه عندي دلوقتي حاليا. وبرضه في اللقاءات الاخيره ممكن في اللقاء الاخير برضه اعمل كويز كده سريع عليه، اخد في كل لقاء سؤالين كده يكونوا ايه برضه ايه في اللقاء الاخير باذن الله تعالى لو في وقت. يعني مش هوعدكم بالكويزات الاخيره، لكن احنا بنعمل كويز كل محاضره اول باول. هفضل بالضبط 5 دقايق، فيا ريت يعني 5 دقايق بقى يبقى فيها استفسارات من حضراتكم. انا كده خلصت الكلام اللي عندي في محاضرة اليوم. كذلك ايضا احنا النقطه اللي بنتكلم فيها يا استاذ احمد انه ربنا سبحانه وتعالى قال قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. يعني ربنا سبحانه بيامرنا ان احنا ننتقي طبعا لعباد التي يقول هي التي هي احسن في التوحيد وقول القول الصالح وانتقاء خير الالفاظ حينما نتحدث مع الاخرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس على قدر عقولهم. يبقى هنا دي كلها مهارات قدره ان احنا نتواصل مع الناس اللي حوالينا في البيئه اللي احنا بنعيش فيها عشان ننجح في حياتنا وعشان خاطر حياتنا تسير وهكذا. فهي دي مهاره الاتصال مرتبطه بكافه مناحي الحياه اللي احنا عايشينها واللي احنا بنتعامل فيها مع بشر، لانه احنا حياتنا اجتماعيه، احنا مجتمع اجتماعي بنتعامل فيه مع بشر له عقول مختلفه، فلازم ان انا كل فئه لها سمه معينه في الحوار والحديث الى اخره. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.